السلام عليكم أعزائي المشاهدين، هذه عندنا حديقة متروكة من ضمن المزرعة، تحتوي على عدة أشجار من شجر السدر أو المعروف بالعراق شجر النبق. ونلاحظ أنه الأرض والأشجار شبه ميتة، وإحنا نحاول نحييها من جديد. اليوم اللي سويناه واللي قدرنا نسويه أحواض لبعض الأشجار حتى نخلي بيها الماي. هذه كملنا لها حوض، وهذن الأشجار، وهاي شجرة خلينا بيها ماي لأن احنا عندنا الماي قليل، لأن هي هاي الحديقة بالصحراء بعيدة عن المنطقة، فجايبين ويانا ماي قليل. هذه الشجرة بيها عش مال حمامة بيضتين، نحاول نشوفهن إن شاء الله من يفقسن، وإن شاء الله نغير هذه الحديقة للأحسن ونحييها مرة ثانية. شوف الشجر مع انه ماكو ماي بس هم يطلع بيه نبق ويحمل. ان شاء الله ننظفها ونعدلها ونحييها. شكرا لكم اخواني المتابعين، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.